بنشكر مشاهدينا واحلى وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج برا الملعب. ضيفنا اليوم هو مواليد 20/2/1988، برجه برج الحوت، رقم الكلر هو رقم 1، ولونه المفضل هو اللون الاحمر. ضيفنا اليوم هو حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الرمثة مالك شلبية. خلينا هلا نرن عليه ونخبره انه احنا وصلنا. الو، مرحبا. هلا كاتيا، والله لا تحكوا يا ابي. يلا اهلا وسهلا، شرفتوا ونورت. يلا خليكم معنا عشان نشوف شو برامج كابتن مالك اليوم. تعال. اهلا اهلا، اخبارك يا كابتن؟ اهلا وسهلا، شرفتي، تفضلي. تمام الحمد لله. اخبارك؟ يا اهلا وسهلا، نورت وشرفت. منورة بوجودك. شو احكي لي، شو بدنا نعمل اليوم؟ مشاريعنا، يعني في مشاريع كثير. اول جولة قوي. اول جولة بدنا نروح على المدرسة اللي درست فيها. اوكي. اللي بلشت طفولتي كمان فيها، يعني بنحكي فيها ذكريات حلوة، فيها يعني فيها تفاصيل كثير كبيرة لهسه موجودة في راسي. يعني إن شاء الله تكون جولة هيك حلوة ولطيفة وخفيفة، ومننبسط كلياتنا هناك ونبسط المشاهدين إن شاء الله. رح تفاجئنا بمواهبك، صح؟ أنت يعني هيك قلت لي على التلفون. يعني في مواهب إن شاء الله بديش أحكيها، خليها مفاجأة، كل شيء بوقته حلو. فإن شاء الله أن المواهب تعجبكم وتعجب الناس إن شاء الله. طيب خلص، يعني هلا نروح على المدرسة. المدرسة من بعد المدرسة راح أورجيكم كمان الأحياء الشعبية اللي أنا حتى بطفولتي يعني كمان زي ما بحكيها لعبنا وتحمسنا فيها، ويعني إلها كمان ذكريات كثير كبيرة وحلوة. أوكي، يعني اليوم رح نتعرف نحكي على 70% من طفولتك تقريبا. من طفولتك. يلا خلينا نبلش مشوارنا مع المدرسة. يلا تمام. موجودين بأكثر مكان قضيت فيه طفولتك وهي مدرستك. أكيد أكيد، هاي مدرستي اللي درست فيها أنا وأنا صغير، يعني بتحمل ذكريات جميلة وبتحمل الطفولة بمعنى الكلمة. يعني الطفولة اللي الواحد يعني ما شعر فيها إلا هون، يعني مثل ما أنت شايفة يعني الأجواء كثير حلوة بصراحة. الواحد يعني وإحنا زمان وإحنا ندرس كان الواحد كان بس يصدق بده يخلص من المدرسة، بس بده يخلص من المدرسة. عم هلا الواحد عم بحن انه يرجع للمدرسة. اكيد اكيد. فمثل ما انت شايفه يعني برغم يعني شوي من صغر المدرسة لكن تحمل ذكريات كثير كبيرة. تغيرت المدرسة ولا لا؟ المدرسة يعني تقريبا لا ما تغيرت، انا شايفها مثل ما هي، يعني الساحة مثل ما هي، الصفوف يعني انا شوي هيك شفتهم مثل ما هم، المبنى مثل ما هو حلاوته، يعني قد ما هو قديم وحلو بيحمل ذكريات كثير حلوه بصراحه. اليوم بدنا نروح على اي صف واي شعبه؟ شعبه جيم. الاول جيم، هيا هون اول جيم، بتذكر شعبه حتى. بالضبط. طيب يلا تعال نروح على اول جيم، بدي اعرف وين كنت تقعد، كيف كنت تشارك، كل شيء. اللي بدنا نحكي بالصف على طول. يلا على الصف. يلا يعني انا معروف كنت اقعد يا الاخير يا قبل الاخير. طيب مالك نكمل حديثنا واحنا قاعدين على الدروس. اكيد. خلينا نحكي اي حصه كنت بتحبها اكثر شيء. حصه الرياضه. معروف حصه الرياضه. انا بالنسبه لي يعني كل حصص عندي رياضه. طيب اكثر حصه كنت شويه كنت بين حصه الرياضيات. رياضيات زي بصراحة، يعني رياضيات أنا بصراحة عندي مشكلة معها. وأنا كنت أحب الرياضيات. رياضيات وفيزياء كمان أكون صريح معك. بس الصف الأول كان رياضيات بالأول. هلا بالنسبة
الرياضيات يعني انا وياه مش صحبه ابدا. بالرسم يعني كان اقول لك لو حاجه زي اللي هون يعني بصراحه كنت ارسم منيح. انا بس يعني بصراحه في يعني في اشياء شوي متغيره يعني انا بالنسبه لي الصف كثير حلو كان يعني على وقتي ما كان هيك الصف انا كثير حلو شوف يعني الصف كثير بسيط والمدرسه كلها هيك بسيطه وهي حلاوتها ببساطتها يعني طلع على المراحل تبعهم يمكن هاي الاشياء مش موجوده بالمدارس الثانيه نحن صريحين يعني لكن هي حلاوه المدرسه ببساطتها أحلى إشي البساطة بالضبط يعني مالك حكينا أحلى إشي البساطة بالمدرسة بالضبط حتى الطلاب يعني هم بيستنوا أهاليهم عشان يروحوا 100% إحنا زيك بس لا أنا كنت أعمل إشي تاني كنت أما أخلص دوام يكون معي كرة على طول على الملعب أيوة على الساعة بالضبط يعني شوف شايف يمكن سامع الأجواء وسامع أصوات الأطفال يعني إحنا كنا زي هيك وشغف أكثر لسه يعني بصراحة وفي كمان هون في مدرسة ثانية مدرسة ثانوية جنب المدرسة هاي كنا دائما نطلع نصور المدرسة هاي مشان نروح نلعب في ملعب ترابي ملعب ترابي لسه أكبر مني كنا نروح نلعب فيه ودائما نتجمع دائما الأطفال يعني عندنا يعني زي موعد رسم دائما بعد الدوام لازم نعملنا أقل شيء ساعة كمان بعد الدوام المدرسي. طيب كنت أنت من الطلاب اللي شاطرين بالكرة يعني نادي بين الفترة. فترة بلعب كابتن فريق الصف كابتن المدرسة حتى على مستوى المدريات كان زمان يعمل منتخب المدريات كان مثلا يعني كان في دوري مدارس تحت دوري المدارس كان يختاروا لاعبين على مستوى المنطقة احنا هنا مثلا كمدارس حكومية نعتبر دوائر دائرة أولى دائرة ثانية مدرستي كانت تابعة للدائرة الرابعة تمام فمدرسة التعليم الدائرة الرابعة فكل كل تربية لها منتخب فمنتخب حتى على مستوى منتخب المديريات كنت دائما اروح العب واشارك في بطولات يعني حتى وانا يعني وانا كمان بالمدرسة بتذكر يعني حتى كنت اشارك في بطولات ريشة بطولات طبعا بطولات الضاحية للركض اي شيء فيه نشاط رياضي كنت اطلع واشارك فيه. كابتن مالك بما انه لسه الاطفال عم بيستنوا اهاليهم وما روحوا خلينا نعيد الذكريات كيف انت كنت بعد الدوام تلعب كره اكيد انا شفتهم صراحه بيلعبوا كره وانا كمان بس عشان اعطيك معلومه انا زمان وانا بالمدرسه ما كنت العب حارس مرمى كنت العب مهاجم حلو مش راح العب حارس مرمى اكيد لا يا عمر كنت العب مهاجم بصراحه تقريبا صف العاشر يعني طولت شوي وانا بلعب مهاجم بس لما سجلت في مراكز الامير علي للواعدي بالزمانات وكان ايامها الكابتن ناصر حسان هو اكتشفنا واخذنا لمدرسه الوحدات المدرسه الكرويه حولت حارس مرمى اوكي يعني تغير في تغير فعشان هيك عندي شويه مهارات موجود المهارات بالضبط بدنا نشوفها يلا يا شباب تلعبوا معي طب مين بشجع فيكم برشلونه ارفع ايده عاد كلكم راح تلعبوا اذا برشلونيه طب الارجنتين مين الارجنتين ميسي جاهزين يلا هوب كملنا من المدرسة واستمتعنا بالأجواء نكمل ذكرياتنا شو قصة هاي الأرض؟ هاي الأرض طبعاً القرب من البيت هاي طبعاً ما كانت هي كانت عبارة عن ملعب أولمبي أوكي كان ملعب أولمبي يعني حتى كان على مستوى فيه مرمى كان في قوائم وعارضة طبعاً هاي الساحة كلها كانت يعني حتى مثل ما شايف فيها شوية خضار أوكي فكنا نعتبره زي استاد عمان اوكي خبر فاللي صار اللي هون بتعرف يمكن بسبب المناطق اللي يعني الصناعيه اختلفت شوي هذا يعني قبل 10 سنوات تقريبا كان ملعب اولمبي يعني قلنا كنت تتدرب هون مش تدرب كان في بطولات كان في ناس يجوا من مناطق ثانيه من خارج المنطقه حلو. وبطولات ويوم جمعه يعني يكون في جوائز ايوه يعني ملعب كل فريق كان يدفع رسوم تسجيل البطولة كان بطولة كان في ناس كبار ينظموا بطولات هون حلو كل فريق يدفع رسوم وفي جوائز كان
يعني من تعالي اهلا وسهلا تفضلي تفضلي يعني شوي يعني من الرياضات المفضله طبعا بحب اعرفك الكابتن صالح زريات يا اهلا كابتن ياكم الله عليه زكاه شوف يعني متى بلش مالك معك والله احنا شوف كورونا يعني الحمد لله من دواعي سرورنا انها صارت كورونا فكنا اصدقاء احنا والكابتن مالك فكان يقول لي كل النوادي مسكره كل الدنيا مسكره كنا نيجي هنا يعني ندبر حالنا نتدرب مع بعض سوينا كم حركات مصارعه يجي يسوي شد حبل شغلات اعجاب يعني تمرينات لياقه كلها كنا نستفيد مع بعض يعني من كورونا يعني إن فترة موهبة كويسة يعني مخبيها عنا هاي لعبة فردية بسموها لعبة المصارعة أنا بشكر الكابتن صالح اللي من أعز أصدقائي يعني الكابتن حبيبي يا كابتن ودائما كان واقف معي وبساندني والكابتن صالح يعني أنا بعتبره أكثر من أخ بالنسبة لي أنت نجم عالم أنت عالم سيدي نفسي ومن أكثر ناس اللي من أكثر الناس اللي بيأزرني وبشجعني ما شاء الله عليك تستاهل تستاهل يا كابتن رمثاوي أصيل نعم وأنا لما هو بلعب مع الرمثة أصلا ما بجيبه هون إيش رأيك بالمستوى مستوى يعني ماشي الحال يعني بده شوية بس الحمد لله إحنا علمنا البيسك الحمد لله أوكي. بس الفطبل يعني إن شاء الله مستقبله أحسن في البطبل في البطبل والمصارعة يعني هواي هواي عبارة عن إيش اللعبة الثانية إن شاء الله بس هاي هي طيب هلا بدنا نستعرض شوي من هواياتك يعني شوي نلعب شوي أنتم متحمسين تشوفوا مالك بصارع يلا يا مالك نلعب شوية بصارع هلأ لفقرة تحدي البلاي ستيشن كابتن مالك شلبية طبعا جبنا له ضيف اللي هو ميشيل ميشيل بده يتحدى كابتن مالك ميشيل بحكي عن لعبه ايش كيف ادائك كويس 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 يعني قلتك رح تغلب الكابتن اليوم ان شاء الله يس كيف استعداداتك كابتن مستعد كويس كمان يلا جيم حلو ان شاء الله خلينا نشوف دقيقه شوي كابتن مالك المايك معك انت باي فريق اليوم رح تلعب يعني اكيد برشلونه حتى في البلاي ستيشن بلعب برشلونه اكيد ميشيل انا اكيد ريال مدريد معناته كلاسيكو قوي راح يكون طبعا خلاص زي ما غلبناكم في كاس السوبر 3-0 طيب خلينا نشوف ريال مدريد وبرشلونه ميشيل وكابتن مالك شو رح يعملوا اليوم تابعونا اوبا انا متعود العب على الالتيما اللعب هون كثير بيختلف طبعا انا بلعب العادي سيزر الاونلاين طبيعي في توف كبير شكلت يا رجل طمنونا انا شايف الشوط الاول خلص المباراة خلصت صراحة أكل خمسة في الشوط الأول قرر عيد الجيم فريق ثاني أيوة شو يا كابتن مالك يعني ظروف مباراة خسرنا أول جيم معلش عادي عادي بتصير يعني ترقبوا القادم عادي يعني خلص يعني شو بدنا نحكي خسرنا أول جيم يلا هينا بنشوف هلا ثاني جيم أوكي خلص على طول قرصتك ايوه يا ميشيل يا سبا
ثلاث واحد مش كيف كانت جود جيم صراحة ما شاء الله عليك زي كثير قوي طلعت زي اللي محترف يعني أنا بحب أحكي لكم أقوى واحد ممكن تلعبوا معه في الأردن بلاي ستيشن ميشيل إذا ما شاء الله عليك والله أنت لعبك جدا حبيبي صراحة. حبيبي بصراحة جداً. تشرفت فيك وبسطت كتير معك حبايب فزت علي جيم فزت الجيم الأول فاز علي وأنا فزت عليه يعني طلعنا حبايب متعادلين بالنهاية إن شاء الله فتشرفت فيك وانبسطت كثير معك أكيد أكيد أنا كمان بس كمان برجعنا عادين معلومة أنا اللعبة هاي أنا يعني نادر جدا لما قلت لك أنا بلعب ألتيمت تيم على الأونلاين بس لا بس ما شاء الله عليك إخوان ممكن يعني أقوى واحد طبعا مو يعني أشطر مني مراحل أقوى واحد ممكن تلعبه معه بلاي ستيشن ميشيل إخوان خرافي ما شاء الله عليك تعبت معك بصراحة وأنا بلعب بس أهم شيء طلعنا متعادلين حبايب حبيبي كل احترامي لك وانبسطت كثير معك أكيد أنا كمان. حبيبي شكرا يعطيك حبيبي. العافية فقرتنا الأخيرة أنا وكابتن مالك بدنا نعمل مقالب بالناس بدنا نخبي كابتن مالك ونسأل الناس بكل شفافية ووضوح إيش بحبوا يوجهوا له كلمة شو رأيك بالفقرة هاي حلو كتير حبيت بصراحة خلي الناس تحكي أراها بكل صراحة ومنتهى الشفافية بدون ما يشوفونا جاهزين يلا تابعونا بهاي الفقرة بدي أسألك أنا هلأ عن حارس الرمثة والمنتخب الوطني مالك شلبية احكي لي شو رأيك بأدائه ووجه له كلمة والله ما شاء الله عليه أنا متابعه من أيام مكان مع الوحدات وأيام مكان حتى أصلا حارس احتياطي ما شاء الله عليه مجتهد ولكل مجتهد نصيب ما شاء الله عليه لا ما شاء الله بشرف الجيمات مع الفيصلي كيف كان؟ لا ما شاء الله عليه هو حارس يعني متميز ما لهوش دخل بالفيصلي بالوحدات ما شاء الله عليه هو حارس متميز والله بتمنى له التوفيق وأنا أصلا قلت زي ما حكيت لك كنت متابع من أيام الوحدات وما شاء الله من تقدم لتقدم الله يوفقه مشكور على شهادتك الحلوة حبيبي يا كابتن الله يسعدك حبيبي يا كابتن الله يسعدك الله يسعدك هلا كيف أمورك كيف صحتك الله يسعدك حبيبي يا كابتن يعطيك العافية حبيبي شو رياضي ما شاء الله عليك إن شاء الله هاي نبلش يا رب الله يسعدك يا كابتن كل الاحترام الله يسعدك يا كابتن حبيبي وبتشكر لا بالعكس ما شاء الله عليك أنت مجتهد لكل مجتهد نصيب ما شاء الله عليك يعني وحارس منتخب يعني بالأول بالآخر تمثل البلد هذه الله يسعدك شرف وفخر إلي الله يسعدك حبيبي يا كابتن ما قصرت يعني بالعكس بالعكس ما شاء الله عليك حتى أخلاقك والجمهور كله بحبك يعني ما شاء الله عليك كابتن مالك غير عن التاريخ بأمانة أول شيء يعني هو حارس مرمى حارس العرين تبعنا كمنتخبنا طبعا وبغنى عن أي شخص يعرف عنه بجوز شهادتي فيه مجروحة ولكن كابتن كبير حارس منتخبنا كما كان عامر شفيع حارس منتخبنا طيب طلع من وراك أهلا هلا هلا كابتن يسعد قلبك هلا هلا اسم الفاجر حلو هلا كابتن احرجتني هلا كابتن الله يسعدك التاريخ تسلم تسلم كابتن حبيبك يسعد قلبك الله يسعدك هاي جوري جوري كيفه هاي مرة تبع كابتن شو رأيك بحارس مرمى المنتخب الأردني ونادي الرمثة مالك شلبية احكي لي رأيك في أدائه ووجه له كلمة بصراحة مالك شلبية من حراس المميزين عندنا بالبلد ومسيرته حافلة بالإنجازات يعني بدايته كانت جيدة ووصل لمراحل متقدمة من خلال نادي الوحدات بعدين انتقاله لنادي الرمثة والمنتخب الوطني كيف شايف أداؤه مع نادي الرمثة؟ بصراحة هو نجم الفريق حاليا بصراحة نعم نعم طلع من في وراك هلا كابتن كيف طبعا أنا مخلية الكابتن مالك معي على التليفون عشان يسمع آراء كل الناس خلينا نكمل بدي أسألك أول شيء عن حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الرمثة مالك شلبية احكي لي شوي عن أدائه وجه له كلمة هو مالك شلبية شخص مميز وشاطر يعني وأخذ الدوري مع الرمثة ويعني حارس يعني أتوقع أنه يصل يعني للدوري الأوروبي يعني بتتوقع له مستقبل باهر ان شاء الله بتوقع له مستقبل مرتب لانه يعني حارس مميز طيب شوف مين جنبك عم بسمعنا دوري اوروبي مره واحده كيف حالك كابتن مالك يعطيك العافيه الله يعافيك اول شيء احنا المفروض نتضارب انت حرمتنا الدوري تمام بس انت شخص تستحق كل الاحترام يا حبيبي والله حبيبي شكرا الله يسعدك شهادتك بعتز وافتخر فيها تسلم
وهي الرياضة فيها تنافس، فيها فوز وفيها خسارة، وكل لاعب خليها قاعدة براسك أنت وكل الناس، كل لاعب بحب يلعب لمصلحته ولمصلحة النادي. صح 100%.